السلام عليكم مشاهدي قناة المرابطون. نشرة الأخبار نستهلها بالعناوين. البرلمان الموريتاني يصادق بإجماع أعضائه على تعديل المادة 306 من القانون الجنائي للبلاد. مؤتمر في العاصمة نواكشوط يبحث واقع المنظومة التعليمية الموريتانية بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء التربويين. الهيئة الموريتانية لأمراض الجهاز الهضمي تطلق النسخة الأولى من المؤتمر الطبي حول أمراض الجهاز الهضمي والكبد. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. صادق البرلمان الموريتاني بالإجماع على المادة 306 من القانون الجنائي والتي تنص على معاقبة من ارتكب فعلا مخلا بالحياء والقيم الإسلامية أو ساعد على ذلك ولم يكن الفعل داخلا في جرائم الحدود والقصاص أو الدية بالسجن من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 50,000 إلى 600,000 أوقية. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي. البرلمان الموريتاني يصادق على مشروع القانون رقم 1863 الذي يلغي ويحل محل أحكام المادة 306 من الأمر القانوني رقم 83162 الصادر بتاريخ 9 يوليو 1983 المتضمن القانون الجنائي الموريتاني، وهي المادة التي أثارت جدلا سياسيا وقانونيا في موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة. يرى بعض النواب أن مشروع القانون فتح الباب أمام موجات الإلحاد في صفوف الشباب الموريتاني، مشيرين إلى أن الإشكالية التي تواجه القضاء في البلاد هي تطبيق وتفعيل القوانين. أنا واهلي عن هذه الظاهرة اللي أمامنا، أنها ظاهرة إلحاد شنغن، تآشر شنغن، ودواء الأساسي هو عن تعود وزارة الخارجية لديها قوة تستطيع أن تستجلب للشباب الحائر اليائس فرصا في أوروبا، الجنة اللي عدلوا وأغلقوها على أنفسهم، والنار التي شجعوا في العالم الثالث على أنهم اللي هذه النار تنطفئ في العالم الثالث وتوجد فرص للعمل وخلق للأمل لدى الشباب، إلين يعودوا ما ينفجروا في السفاراتهم إياك يقتلوهم ويقتلوا رؤوسهم، والله أما اللي يكفروا إياك يطيحوا في النار إياك يدخلوا في جنة الحياة اللي معدلين الأوروبيين وغالقين على أنفسهم. من ثم شيء عندي غالي، أنا خلق طشة من التزب عدلتها جمعية المستقبل للنظام الموريتاني. ويرى آخرون أن القانون يطرح هو الآخر إشكالات أخرى، وإن النص بحاجة إلى تعديلات على بعض الجزئيات المصاحبة للمادة 306، داعين إلى مراجعة متأنية للنص القانوني بحكم أهميته وخطورته تلبية للأهداف المتوخاة منه والآمال المعلقة عليه كما يقولون. حد أساء على النبي صلى الله عليه وسلم أو خرج من الدين بهذا النص اللي أذكر، على أنه إلى تاب يقتل، يا غير يا الله تتعود فم جهة قادين نرجعوا له في هذا الإطار. وأنا أشك معالي الوزير وهون رافع طلبي لمقامكم السيد الرئيس، فعلى أن ما نعجلوا اليوم على النص البت فيه إلى غاية نصلحوه، فقط نقدر نصلحوه في نهارين، نقدر نصلحوه في 3 أيام. إلى عاد طبعا معالي الوزير ما عنده اعتراض، وإلى عاد فاهم مستوى تخوفاتنا، والله واضح حاله حول عدم دقة النص في تحديدا اللي دوروا انتم أولا واللي ندوروا نحن ثانيا. قد صدقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون المعروض أمامها والمتعلق بتحديد عقوبة الساب والمسيء بهدف قطع الطريق مستقبلا أمام المتطاولين على الجناب النبوي. قال الخبير التربوي الخليل النحوي إن المنظومة التربوية الوطنية بحاجة إلى إعادة بناء لعدة أسباب أبرز بمجموعة من الأسس، من بينها عدم وضوح الرؤية التي تبنى عليها المنظومة التربوية بمختلف أركانها. جاء تصريح الخليل النحوي خلال محاضرة قدمها ضمن مؤتمر في نواكشوط حول النظام التعليمي الموريتاني. بحاجة إلى إعادة بناء المنظومة التربوية لعدة أسباب.
احنا بحاجه الى اعاده المنظومه بناء المنظومه التربويه لان هنالك خللا بنيويا في النظام التربوي السائد، واتكلم بشكل مطلق ومجرد، ولكن حين ننزل الامر على وضعنا خاصه كما استمعتم انفا فانني ازداد تمسكا بان هنالك خللا بنيويا. هذا الخلل يتعلق بمجموعه من الاسس التي لا يمكن ان يقوم البناء السوي السليم الا عليها، ومن هذه الاسس الرؤيه، وضوح الرؤيه، وضوح المقاصد، وضوح الفلسفه التي تبنى عليها المنظومه التربويه بكل اركانها. انا اضرب بعض الامثله فقط. عندما يتحدث العالم في اعلان عالمي عن حق التربيه، نسجل انحدارا قياسا الى ما هو اصيل في ثقافتنا. التربيه ليست حقا، التربيه فريضه بالنسبه لنا، فان تنزل الى مستوى الحق هذا انحدار اول وخلل اساسي. قال الاستاذ الجامعي والمفتش السابق لتعليم الكبيد والحمديت ان التعليم الموريتاني يحتاج الى اعاده تحديد الاهداف وتوفير الوسائل اللازمة إضافة إلى تفعيل دور الأسرة في التعليم. طالب الحمديت في تصريح لقناة المرابطون على هامش انطلاق مؤتمر حول التعليم في موريتانيا، طالب بتشجيع الطلاب على الدراسة وطمأنتهم بشأن المستقبل بعد التخرج. يحتاج أولا إعادة تحديد الأهداف وتحضير الوسائل اللي يطبقوا بها الأهداف والسقم مع ذاك اللي الله يعني طالب يصلح به، سمحت، وانتباه الاباء الى اولادهم، تعليم به اللي الاسره مولي والبيت عندهم جزء كبير من التعليم، سمعت، وايجاد مولي تشجيع، لان الطالب الان ما تقرا به اللي ما يعرف هو شواعد، ما هو طامع بالعمل ولا طامع بالتعليم، يعني قله مردوديه التعليم على المتعلمين خلات التلميذ وهلو ما تلاقوا يهتموا به مع عدم الوسائل ومع هذه المستويات تضعف كل سنه وراء الاخرى. اطلقت الهيئه الموريتانيه لامراض الجهاز الهضمي النسخه الاولى من المؤتمر الطبي الاول لامراض الجهاز الهضمي والكبد وسط مشاركه عدد من الاطباء والاخصائيين في المجال. وقال الدكتور محمد عبد الله الولي الامين العام للهيئه ورئيس قسم امراض الجهاز الهضمي والكبد بمركز الاستطباب الوطني في نواكشوط، قال إن المؤتمر يشكل فرصة للتداول بشأن آخر التطورات في مجال البحث العلمي، وإنه يركز على نقاش أمراض الكبد الفيروسية المنتشرة في موريتانيا. هذا المؤتمر هو المؤتمر الطبي الأول للجمعية الموريتانية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد. يأتي هذا المؤتمر في إطار رفع من مستوى الأطباء الموريتانيين متخصصين في أمراض الجهاز الهضمي والكبد، وفرصة لإحاطتهم بأخذ معلومات والتطورات في هذا المجال، وبالتالي هو فرصة لالتقاء جميع الأطباء المتخصصين في هذا المجال والأطباء الذين أيضا لهم علاقة بهذا المجال كأخصائي الجراحة العامة وأخصائي الأشعة وغيرهم من التخصصات التي يدخل في تخصصها أمراض الجهاز الهضمي، وبالتالي هو فرصة للاطلاع على آخر التطورات العلمية في هذا المجال وأحسن طرق لعلاجه. ولأن هذا هو المؤتمر الأول للجمعية الموريتانية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، فقد ارتئينا أن تكون المواضيع الأساسية لهذا المؤتمر هي أمراض الكبد، خاصة أمراض الكبد الفيروسية لما لها من أهمية وانتشار كبير في بلدنا. وبالتالي معروف بان امراض الجهاز الهضمي والكبد انها مرض منتشر بشكل كبير في موريتانيا وفي الدول المحيطه، وبالتالي اخترنا ان تكون هي الموضوع الاساسي لهذا المؤتمر. ايضا الحصيات المراريه لها دور كبير ومنتشره بشكل كبير في هذا البلد، لذلك ايضا هي احد المواضيع الاساسيه في هذا المؤتمر. ايضا هناك مواضيع مختلفه طبيه مختلفه تم التطرق لها وسيتم التطرق لها ان شاء الله في هذا المؤتمر لاحاطه الاطباء باخذ التطورات في هذا المجال. في شان المفصل، قال المحامي والناشط الحقوقي العيد محمد مبارك رئيس ميثاق الحقوق السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه للحراطين إن الفكرة التي تأسس عليها الميثاق تقوم على توحيد وتجميع مكونة الحراطين. وأضاف العيد خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط أن ما من مخرج
أن من خرجوا على فكرة الإجماع أو من خرج على الأحرى على فكرة الإجماع يكون قد أضر بالإطار الذي من أجله تأسس الميثاق؟ نتابع. غير ملي أنا ساو عن الفكرة اللي جا من أجل الميثاق أولا، وهي فكرة التجميع وهاي الوحدة وهاي الصورة الكبيرة العامة الشاملة اللي يعطي لها الموريتاني عن الأحراطين المناضلين وعن المكونات الأخرى اللي مساندة هذا النضال العادل الأخلاقي عنهم في بلدة واحدة وفي إطار شامل متسامين فوق انتماءاتهم الحزبية والعرقية. عن هاي الفكرة ورك هاي فكرة التجميع حتى كامل خرج عنها معناه أنه أضر من الإطار، وبالتالي كنا كل شيء نقدر نضحوا به يكون هاي فكرة التجميع، هاي فكرة الوحدة وهاي فكرة المشي في بلدة. هاي للأسف الشديد خارجين شو زملائنا عجلوا عنهم اللي. وليه نقول لكم عن الميثاق؟ جر واعر به الكبر وبه تعدد المشارب فيه وفيه كبر الشخصيات اللي فيه، شيء عنده بعد تاريخي، وشي شي من الشباب اللي متحمس حتى وعجلان، وشي من الشخصيات الفنية اللي تكنوقراط اللي عندها اختصاصات متقدمة في مجالات معينة. وأكد العيد محمد مبارك أن توحيد الميثاق والسعي إلى الموافقة بين مختلف المشارب داخله يعتبر الهدف الأول الذي يسعى إلى تحقيقه، معبرا عن عدم ارتياحه إزاء ما وصفه التشويش الحاصل. هاي الفكرة الجماعية وفكرة عن هذا المشروع يتم في بليده فيه ويحاول يأقلم ويوافق بين مختلف هذه المشارب هاي اللي ماشيين فيها وشاك عن إن شاء الله، وهذا هو مشروعي وهدفي الأول والتوحيد والتجميع اللي ماشيين عليه. نقطة أخرى وهذا هو اللي درس له الموريتاني كاملين عبرة، حد إلين يعود مع قوم تعود 96% منهم مخالف توجه النظر، يلا الله يحترم، والله العاد مو متوافق معه ولا يقدمش معه، عد الإطار وخر مخالف على الأقل من ناحية التسمية، ياك ما يخلق تشويش في هذان المواطنين ولا تشويش في هذان الناس الأخرى. وراني لكم شيء عندي للتشويش الخارج، غير فرض علينا مرحلة معينة، فرض علينا نمشوا إلين نحقوا فكرة التوحيد في الميثاق. أصدرت الفنانة الموريتانية وعضو مجلس الشيوخ سابقا المعلومة الميداح أغنية جديدة لميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين، وأعلنت عنها بمنزلها في العاصمة نواكشوط. وقالت بنت الميداح أنها احترمت في الأغنية رغبة الرئيس السابق للميثاق الراحل محمد سعيد الهمودي الذي طالب هذا تمرة بأن تغني للميثاق، ويستعد ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين للخروج في الذكرى 5 لتأسيسه. قال الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا الساموري البي إن الكونفدرالية رفعت شكاية إلى المكتب الدولي للشغل بشأن قضية الخادمات الموريتانيات بالمملكة العربية السعودية. أضاف البي في حديث له خلال مؤتمر صحفي مراكشوط أن المكتب الدولي للشغل اتصل مرات بالسلطات الموريتانية في هذا الخصوص. احنا طرحنا أيضا الشكاية شور المكتب الدولي للشغل بهذا الصدد. المكتب الدولي للشغل مرن طبعا تصل بالحكومة الموريتانية عدة مرات في الشأن، والحكومة الموريتانية مرن لكن تقول له طبعا انه ما في حل لقضية. هذو المنظمات الاخرى كاملين اليوم بين الموضوع، وذي اللي كان هون ذي الايام المكتب الدولي للشغل هاي السنة مش بعثات مع كانوا 4 مرات، وكانت البعثة الأخيرة بعثة نقالها البعثة رفيعة المستوى، وكانت طبعا عندها انعكت واتصالات مباشرة بالسلطات وبالفاعلين كاملين هون في قضايا الرق وقضايا هذو صيدات. الأسبوع الماضي كانت في أيضا ورشة ضمن أنشطة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أيضا مهتمة بالموضوع اللي هو. استنكرت المنظمة الحقوقية بيت الحرية في بيان صادر عنها استمرار ما وصفتها الانتهاكات المرتكبة في حق الخادمات الموريتانيات بالمملكة العربية السعودية،
وعبرت المنظمة الناشطة في المجال الحقوقي عن مؤازرتها لمناهضي ما سمتها مظاهر الاسترقاق والاستعباد والرافضين لما وصفته الظلم والتهميش. إقليميا، استدعت الحكومة المالية في ختام الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء هيئة الناخبين للإشراف على الاستحقاقات الرئاسية المرتقبة في 29 من شهر يوليو القادم، ولم يعلن على الأحرى رئيس البلاد إبراهيم بكر كيتا موافقة أو موقفه الرسمي من الانتخابات المرتقبة وسط تزايد المبادرات المطالبة بترشحه لمأمورية ثانية. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي. الحكومة المالية تدعو رسميا الهيئة الانتخابية للإشراف على انتخابات 29 يوليو الرئاسية، وتحدد 7 يوليو موعدا لبدء الحملة الدعائية إلى غاية 27 من نفس الشهر. يأتي ذلك والرئيس الحالي إبراهيم بوبكر كيتا لم يعلن بعد موقفه الرسمي من المشاركة أو المقاطعة في وقت تتزايد فيه المبادرات السياسية والهيئات والأحزاب الداعمة لترشيحه لمأمورية ثانية. وفي المقابل، وصل عدد المترشحين لذان انتخابات رئاسية بعد سقوط مدن الشمال المالي بأيدي الجماعات المسلحة عام 2012 ودخول البلاد في مرحلة جديدة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي، وصل 10 مترشحين من أبرزهم الرئيس الأسبق المالي خلال المرحلة الانتقالية ديون كوندا تراوري والوزير الأول الأسبق في عهد الرئيس الحالي موسى مارا. كما أن من بين المترشحين عسكريين سابقين استقالوا من مناصبهم وأعلنوا الترشح للانتخابات، وبينهم موظفون سابقون بمنظمة الأمم المتحدة. وتأتي الانتخابات الرئاسية المالية في ظل استمرار تدهور الوضع الأمني في شمال ووسط البلاد جراء الهجمات والاختطافات التي تنفذها الجماعات المسلحة الناشطة بمنطقة الساحل من حين لآخر. كما يأتي الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في وقت تستعد فيه مجموعة دول الساحل الخمس ومن بينها مالي لنشر قوة مشتركة إفريقية قوامها 5000 جندي على الحدود بينها سبيلا إلى مواجهة الإرهاب وتهريب المخدرات. ويشكل الوضع الأمني في الشمال والوسط هاجسا كبيرا لدى الساكنة، وكثيرا ما يقاطعون صناديق الاقتراع بسبب ذلك. الوزير الأول الفرنسي الأسبق دومينيك دوفيلبون إن أغلاق الحدود بين المغرب والجزائر تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، داعيا إلى خلق علاقات حيوية بين فرنسا وإفريقيا عموما ومع الاتحاد المغربي أو المغاربي بشكل خاص. وأصاف دومينيك خلال ندوته بالعاصمة الرباط الوضع الأمني في المنطقة الساحل بالوضع المتدهور، كما انتقد سياسة باريس في المنطقة. نتابع. وزير أول فرنسي سابق يتحدث عن خسائر اقتصادية سنويا يخسرها المغاربيون بسبب إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر، ويؤكد أن الوضع في منطقة الساحل الإفريقية متدهور، وينتقد سياسة بلاده فيها. جاء ذلك في محاضرة له حول الحداثة المتوسطية ألقاها في الرباط. وقال دومينيك دو فيليبان الوزير الأول الفرنسي في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك إن الوضع في منطقة الساحل متدهور، منتقدا سياسة بلاده. وفق موقع هاسبريس المغربي الذي نقل عن المسؤول الثاني في فرنسا سابقا قوله إن فرنسا حاليا لا تتقدم في الاتجاه الصحيح بشأن هذه المنطقة. يذكر أن لفرنسا قوات عسكرية تنتشر في المنطقة الإفريقية المذكورة هي قوة براخان، كما أنها تدعم الجيش المالي لبسط السيطرة على القطاع الشمالي للبلاد ذي الغالبية الطارقية والذي تنتشر فيه العناصر الإسلامية المتشددة. كما تدعم فرنسا القوة المشتركة التي شكلتها مجموعة دول الساحل الخمس وهي موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، والمرتقب أن تأخذ شكلها النهائي الشهر المقبل. وتحدث الوزير الأول الفرنسي الأسبق عما سماه تدمير أمريكا المجتمع العراقي، مؤكدا أنه كان بداية عدم الاستقرار الذي تعيشه بلدان من الشرق الأوسط وعد منها اليمن وسوريا، ومن المغرب العربي ذكر من ضمنها ليبيا. كما تضمنت كلمته حديثا عن الاستعمار الفرنسي قال فيه إن أوروبا خانت مبادئها بالاستعمار.
وحول الاتحاد المغاربي قال دو فيليبان إن من الضروري في الوقت الحالي خلق علاقات حيوية بين فرنسا وإفريقيا عموما ومع الاتحاد المغاربي تستلهم النموذج الأمريكي مع أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى. وفي هذا السياق حذر المسؤول الفرنسي السابق من مخلفات استمرار إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر، مؤكدا أن البلدين يخسران حاليا ملياري يورو بسبب استمراره. ينتظر أن تنتهي وزير أول فرنسي سابق يتحدث الجزائري ينتظر أن تنتهي مأمورية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في العام 2019 وسط دعوات مؤيديه إلى ترشيحه لمأمورية خامسة، فيما لم يعلن بوتفليقة بعد عن موقفه الرسمي. وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في البلاد قال بأن بوتفليقة سيكون مرشح الحزب خلال الانتخابات الرئاسية القادمة في حال وافقه على ذلك. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. ينتهج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 81 سنة سياسة الغموض بشأن ترشحه من عدمه لفترة خماسية في انتخابات 2019 الرئاسية، وهو غموض يزيد من حدة الجدل بين خصومه وأنصاره. ويعتبر مراقبون أنه إذا أعلن بوتفليقة نيته الترشح فسيكون ذلك بمثابة حسم مسبق للسباق، وأن غموضه خلط أوراق المعارضة في سعيها إلى تقديم مرشح توافقي. وفي 17 من الشهر الجاري بدأ العد التنازلي للانتخابات، حيث دخلت فترة بوتفليقة الرابعة سنتها الأخيرة، إذ فاز بها اليوم نفسه من عام 2014. وفي مطلع الشهر الجاري أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم جمال ولد عباس أن بوتفليقة سيكون مرشحه في حال وافق على ذلك. وفي 14 من الشهر الجاري قال أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي رئيس الحكومة أحمد يحيى سأكون سعيدا في حال ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية جديدة. وقبلها أعلن قياديون من جبهة التحرير الوطني عن تشكيل هيئة لدعم ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة. ورغم كل هذه الدعوات والتحركات تفضل الرئاسة عدم الرد بشأن قرار بوتفليقة الذي وصل إلى الحكم في العام 1999، وتعد فترته الرئاسية الحالية هي أكثر فترات حكمه جدلا لتعرضه في إبريل 2013 لجلطة دماغية أفقدته القدرة على الحركة ومخاطبة الشعب. في ظل هذا الغموض ترفض المعارضة ترشيح بوتفليقة وتختلف في تقييم الموقف بين من يرى أن الوقت قد حان لاختيار مرشح رئاسة توافقي مع السلطة لقيادة الجزائر في مرحلة ما بعد بوتفليقة، ومن يرى أن الأولوية الآن هي للحوار السياسي وتكريس الاستقرار السياسي والتراكم الديمقراطي. الوفاق الوطني الليبي وقعت مع الولايات المتحدة الأمريكية عددا من اتفاقيات التعاون الأمني شملت مجالات مختلفة، من بينها قطاع العدالة وتأمين المطارات والحدود البرية. وقالت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا إن واشنطن تربطها علاقات مع دول مغاربية في إطار الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن بالمنطقة المغاربية. التفاصيل في هذا التقرير. وقعت حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فايز السراج في العاصمة الليبية طرابلس أمس عددا من اتفاقيات التعاون الأمني مع الولايات المتحدة، وكان بحضور وزير الخارجية محمد سيالة. وقالت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز عقب اجتماع مع السفير الليبي في تونس محمد المعلول إن اللقاء نتج عنه عدد من الاتفاقيات مع حكومة السراج تحدد التزامنا المتبادل بتحسين الوضع الأمني في جميع أنحاء ليبيا. وأوضحت المسؤولة الأمريكية أن الاتفاقية شملت قطاعات الشرطة والإصلاحيات والعدالة، بالإضافة إلى مذكرة نوايا لتعزيز أمن المطارات في ليبيا، معتبرة أن هذا الجهد هو جزء من استراتيجية ثنائية أوسع لتحسين الأمن والحد من الثغرات في المطارات والحدود البرية الليبية. كما أكدت في هذا الصدد أن الولايات المتحدة وليبيا تتعاونان معا بالإضافة للجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن في المنطقة المغاربية. وتحقيقا لهذه الغاية أعلنت انضمام ليبيا إلى شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء التي رأت أنها ستوفر فرصا جديدة للمسؤولين الليبيين للتواصل مع نظرائهم عبر الحدود قصد تحسين الأمن في ليبيا والمنطقة والعالم. لكنها أشارت في المقابل إلى ظروف صعبة للغاية التي لا يزال الليبيون يواجهونها يوميا لمكافحة الإرهاب وإنهاء الاحتجاز غير القانوني، قبل أن تؤكد أن بلادها ستواصل دعم برامج الأمم المتحدة والشركاء الأوروبيين لمكافحة تهريب البشر في ليبيا.
وتزامن هذا التوقيع مع استعدادات مكثفة شهدها مقر المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي لاستقبال وفود عربية وأجنبية خلال الفترة القليلة المقبلة في مدينة الرجمة القريبة من بنغازي شرق البلاد. أوضح تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أزيد من 3000 فلسطيني دخلوا غرف العمليات خلال الأسابيع الماضية على إثر قمع الاحتلال للمسيرات التي خرجت في ذكرى يوم الأرض. وقدم المكتب الأممي في تقريره نصف الشهري إحصائيات بشأن الأضرار البشرية التي لحقت بالفلسطينيين خلال الأسابيع الماضية. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي. مسلطا ضوء تناوله على موضوع استهداف المدنيين العزل المشاركين في مسيرة العودة الكبرى على متن تقريره النصف شهري، رصد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا استخدام 100 قناص إسرائيلي منتشرين على طول سياج قطاع غزة الحدودي الذخيرة الحية، مستهدفا 5 مخيمات على بعد حوالي 600 إلى 700 متر من السياج الحدودي. رصد شفعه التقرير بالاستشهاد ببيانات وزارة الصحة الإحصائية معززا بالتركيز على ما كشف عنه الأطباء من استخدام الاحتلال نوعا جديدا من الذخيرة المتفجرة المسببة لأضرار جسيمة في الأنسجة والعظام ومؤدية لإعاقات دائمة بعد سلسلة من العمليات الجراحية المعقدة والصعبة. ووفق معطيات التقرير الأممي فإن نسبة 60% من أصل 3369 حالة من مجموع الإصابات المسجلة التي أدخلت غرفة العمليات يرجع سببها إلى استخدام الذخيرة الحية. وكان الأطباء في مستشفى الشفاء بغزة قد أكدوا أن بعض الحالات التي تم إسعاف أصحابها أعقبت عجزا مدى الحياة، مبدين قلقهم من نوع الذخيرة الجديدة التي يستخدمها قناصة الاحتلال. وقد حظي متن تقرير أوتشا بهامش اهتمام وحاشية إسناد، حيث قدمت بين يديه الأمم المتحدة بإقرارها بقتل القوات الإسرائيلية خلال المدة المشمولة بالتقرير 9 فلسطينيين وإصابتها 1739 شخصا في سياق المظاهرات في قطاع غزة، أصيبوا حسب مصادر طبية برصاص حي في الرأس على بعد حوالي 50 مترا من السياج. بينما دعا المنسق الأممي للشؤون الإنسانية بفلسطين إلى حماية المتظاهرين الفلسطينيين وإلى تمويل عاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحرجة الناجمة عن الارتفاع الهائل في عدد الضحايا في غزة منذ 30 من شهر آذار مارس الماضي. نهاية هذه النشرة، نعود ونذكر بأبرز عناوينها. البرلمان الموريتاني يصادق بإجماع أعضائه على تعديل المادة 306 من القانون الجنائي للبلاد. مؤتمر في العاصمة نواكشوط يبحث واقع المنظومة التعليمية الموريتانية بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء التربويين. الهيئة الموريتانية لأمراض الجهاز الهضمي تطلق النسخة الأولى من المؤتمر الطبي حول أمراض الجهاز الهضمي والكبد. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في حفظ الله وأمانه.